يقول: سمعت في برنامجكم إجابة عن سؤال لإحدى الأخوات تقول: هل يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل بحجة أن هذه الحبوب تمنع الحيض لتتمكن من صيام شهر رمضان باستمرار؟ فأجاب فضيلة الشيخ بأنه لا بأس بذلك، وأنا أقول إن هذه الإجابة في النفس منها شيء، وذلك لأن حبوب منع الحمل هذه ليست من الإسلام في شيء، وأن الاستعمار هو الذي أدخل هذه الفتنة إلينا، فإن جاز استعمالها لتتمكن المرأة من الصيام فيجوز استعمالها أيضا لمنع الحمل وهكذا. وورد بعض الأحاديث يستدل بها، فما قولكم في هذه المناقشة؟ هذا المستمع خلط في اعتراضه، نعم، لأنه سوى بين حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض، مع أن حبوب منع الحمل نوع مستقل وحبوب منع الحيض نوع آخر. نعم. والذي ورد للبرنامج هو السؤال عن حبوب منع الحيض فقط، أما حبوب منع الحمل فهذه لم ترد. وحبوب منع الحيض يجوز تعاطيها للمرأة إذا كانت ترفع الحيض رفعا مؤقتا لتؤدي عبادة من العبادات كالحج أو صيام رمضان، هذا شيء مباح لا مانع منه، لأن التحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تحريم أخذ المرأة حبوبا تمنع عنها الحيض، وقد نص الفقهاء على جواز ذلك. أما حبوب منع الحمل فهذه لم ترد إلى البرنامج فيما أذكر، والسائل خلط بينهما أو المعترض خلط بينهما، فينبغي له أن يتثبت قبل أن يعترض. نعم. وأما استدلاله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن المرأة تترك من أجله الصلاة والصيام، فهذا لا يدل على منعها من أن تأخذ ما يمنع الحيض عنها في فترة من الفترات. ليس في الأحاديث دليل على تحريم أخذ حبوب منع الحيض. وهذه مسألة قد تشتبه على بعض المبتدئين في طلب العلم، فيظنون أن المرأة إذا انحبس عنها الحيض بسبب الحبوب أنها لا يصح لها صوم ولا صلاة وقت العادة وإن كانت منحبسة، وهذا فهم خاطئ، لأن الحيض لا تترتب عليه الأحكام من ترك الصلاة والصيام إلا إذا خرج. نعم. إذا خرج الحيض، خرج دم الحيض، فهنا تترتب عليه الأحكام، أما إذا انحبس ولم يخرج فإنه لا يترتب عليه شيء، لأنها لا تسمى حائضا. نعم. أما الحكم من حيث الحكم الشرعي لتناول حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل هذا فيه تفصيل. نعم. إذا كان القصد قطع الحمل هذا لا يجوز، قطع الحمل نهائيا. نعم. هذا لا يجوز إلا بمبرر عذر شرعي، بأن تكون المرأة لا تستطيع الحمل، يقضي عليها الحمل أو يخشى عليها الهلاك، خطورة عليها، فيه خطورة عليها. نعم. ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل، وإذا كان القصد من أخذ حبوب منع الحمل تأخير الحمل فقط لا قطع الحمل، وكان هذا لغرض صحيح مثل كون المرأة لا تتحمل الحمل المتوالي بل تريد أن يتأخر عنها الحمل حتى مثلا تغذي طفلها الموجود وترضعه وصحتها لا تتحمل توالي الحمل. نعم. فهذا لا بأس به، يعني أخذ الحبوب لتأخير الحمل حتى تتمكن المرأة من استقبال الحمل الجديد. وهذا ما نسميه التنظيم، هذا يسمى تنظيم أو يسمى مثلا تأخير. نعم. للحمل حتى تستقبله المرأة بحالة جيدة وصحة جيدة، لأن تواليه عليها متقاربا يضعف صحتها أو لا تتمكن من تغذية الجنين التغذية المطلوبة، في هذه الحالة جائز لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. أما إذا كان نعم. أخذ الحبوب لمنع الحمل من أجل الخوف من الفقر أو الخوف من كما يردده بعض الذين لا يؤمنون بالله، الذين يقولون إن كثرة النسل تؤدي إلى المجاعة وتؤدي إلى ضيق الأرزاق، فهذا حرام قطعا، لأن هذا سوء ظن بالله، وهذا يلتقي مع فعل أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهؤلاء الذين يمنعون الحمل لهذا الغرض يشابهون الجاهلية في سوء الظن بالله عز وجل. الله لا يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها وعملها وأجلها. نعم. أحسن الله إليكم.